دور زلزولي الأول مع الأسود مهدد بالتأجيل. حمد الله يسابق الزمن للعودة من جديد. سفيان أمرابط مهدد بعقوبة الإيقاف. برشلونة يغري مزراوي براتب خرافي. زياش يقطر الشمع على فوز القجع. قرار صادم من خليل زيتش للأسود قبل مواجهة الكونغو. من المنتظر أن يغيب عبد الصمد الزلزولي عن مباراتي المنتخب الوطني ضد كونغو الديمقراطية المقررتين في 25 و29 من شهر مارس الجاري بكينشاسا والدار البيضاء في إطار الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم. وحسب الصحافة الإسبانية فإن الزلزولي لاعب برشلونة الإسبانية يعاني من التهاب على مستوى الوتر الردفية وسيغيب عن الملاعب لمدة غير محددة. واعتبر الإعلام الإسباني إصابة ابن ملالة بالمقلقة وتشبه لحد كبير إلى إصابة الحارس الألماني تير شتيغن والذي أجرى من خلالها عملية جراحية. وبنسبة كبيرة سيتأجل ظهور الزلزول الأول مع المنتخب واحد خليلوزيتش علما أنه ضمن اللائحة الأولية لمباراة الكونغو الديمقراطية. يسابق الطاقم الطبي لفريق الاتحاد السعودي الزمن من أجل تأهيل الدوري المغربي عبد الرزاق حمد الله عقب تعرضه لإصابة غيبته عن الفريق لمدة قصيرة. وسيعمل الجهاز الطبي لفريق الاتحاد خلال اليومين على تحديد موقف المهاجم المغربي من المشاركة أمام الحزم الجمعة المقبل في الدوري. وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب حمد الله يقوم خلال الفترة الجارية ببرنامج يستهدف تأهيله من الإصابة العضلة الضامة التي غيبته عن مباراة الاتحاد والشباب أمس السبت بعدما أبعدته أيضا أمام الهلال الثلاثاء الماضي. وقال سمر المصدر ذاته إنه لا يزال اللاعب ممنوعا من دخول التدريبات الجماعية بسبب تلك الإصابة التي داهمته خلال انتصار الاتحاد 1-2 على ضمك في 3 مارس الجاري. يستقبل نادي فيورنتينا لاعبي المغربيين سفيان أمرابط ويوسف أملاح نادي بولونيا برسم الدورة 29 من منافسات البطولة الإيطالية. وفي حال اعتمد مدرب الفيولا فينيشيزيو الإيطاليانيو على أمرابط خلال هذه المباراة على هذا الأخير أن يتفادى الحصول على بطاقة صفراء. أمرابط راكم حتى الآن 4 إنذارات ويتحتم على أن يحرص اليوم ويتفادى ما أمكن ارتكاب أي خطأ ينتج عنه تحصيل بطاقة أخرى لأن ذلك سيعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لأنه سيكون قد راكم 5 إنذارات وهو ما سيحرمه من المشاركة في مباراة القوية التي ستجمع فيورنتينا بضيف إنتر ميلانو برسم الدورة 30. يواصل فريق برشلونة الإسبانية إغراء الدولي المغربي نصير مزراوي نجم نادي أياكس أمستردام الهولندية للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتسربت بعض الأخبار عن العرض المالية الذي قدمه الفريق القطراني للنجم المغربي للظفر بخدماته خلال الموسم المقبل. فقد كشف الصحفي الإسباني بعدما من تفاصيل هذا العرض وقال إن إدارة برشلونة منحت اللاعب مزراوي راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين يورو إضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى. تحدث حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي عن قراره بعدم اللعب للمنتخب الوطني وذلك في أعقاب تأكيد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بأن صاحب 28 سنة سيكون حاضرا في اللائحة الأولية لأسود الأطلس قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية. ونشر زياش تدوين عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماع انستغرام جاء فيها
أحب بلدي واللعب للمنتخب كان فخرا لي، لذلك بكل أسى أجد نفسي مرغما لائلا قرارية بعدم تمثيل المنتخب المغربي، رغم تأكيد رئيس الجامعة بأنني سأكون متواجدا في اللائحة الأولية. وأضاف: إنني آسف على إحباط الجماهير، لقد كان قرارا ليس من السهل اتخاذه، لكن لم يكن لدي أي خيار آخر، رغم أنني منحت كل ما لدي للمنتخب في السنوات الست الأخيرة، القيادة والتواصل لنصر مغالطات حولي وحول انتمائي وتعلقي ببلدي. أفعالهم جعلوا عودتي للمنتخب المغربي مستحيلة. لقد علمت مثل أي شخص آخر أنباء عودتي للمنتخب الوطني، لذلك أنشر هذا البيان لتعلموا الحقيقة مني شخصيا. شكرا لكل شخص ساندني، أتمنى الأفضل للمنتخب، تركيزي حاليا منصب على فريق تشيلسي. يختم زياش. وكان اللاعب المغربي قد انضم إلى مزراوي في إعلان عدم تمثيل أسود الأطلس في المواعيد القادمة، وذلك في أعقاب تأكيد رئيس الجامعة القجعة بأنهما سيكون حاضرين في اللائحة الأولية قبل مقابلتي الكونغو الديمقراطية. أشاد الاتحاد الإفريقي بتأهل فريق الوداد مبكرا لدور ربع نهائي مسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة المذكورة. ونشر الاتحاد الإفريقي تدوين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكد من خلاله على تأهل فريق الوداد إلى دور الربع، وعلق الجهاز المذكور على التدوين بالقول: تأهل فريق المغرب إلى النهائي الثمانية للمرة السابعة على التوالي، وضمن فريق الوداد تأهله بشكل رسمي إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد تفوق فريق بيترو أتلتيكو الأنغولية على مواطن ساغرادا إسباريا بهدفين دون رد في المواجهة المحلية التي جمعتهما أمس السبت برسم الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة. وكان فريق الوداد قد حقق أول أمس الجمعة فوزا ثمينا على في الزمالك المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولية. طالب الناخب الوطني واحد خليل زيتش من لاعبي المنتخب الوطني عدم التأخر في الالتحاق والتجمع التدريبي للمنتخب الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل 21 مارس تحضيرا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر وجنبر المقبلين. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن ضيق الوقت فرض على الناخب الوطني استئجال التحاق لاعبي المنتخب الوطني بالتجمع الإعدادي المقرر في 21 مارس الحالي، في حين أن موعد السفر إلى الكونغو الديمقراطية محدد في 23 من مارس، هذا في الوقت الذي ستجرى فيه مباراة يوم 25 من شهر ذاته. وأوضح المصدر ذاته أن الناخب الوطني يرغب في خوض اللاعب لحصتين تدريبيتين مجتمعتين على الأقل بالمغرب قبل السفر إلى كينشاسا من أجل التعرف على مدى جاهزيتهم للمباراتين الحاسمتين في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.